اخوتي المغاربه صباح الخير ونتمنى لكم اخويا التوفيق داخل الوطن وخارج الوطن. معكم اخوتي سناء البدغيري، ام ديال 4 الوليدات. عافاكم اخوتي، انا راني عندي واحد الظروف قاسيه معلم بها غير الله عز وجل. عندي الام ديالي مريضه فيها السرطان، عندي اخوتي جوج معاقين، انا اخوتي حاليا في مراكش كنعرض قوايا العقليه والجسمانيه، كنعرض الكلوه ديالي اللي بيع. الله يرحم ليكم الوالدين، راه الظروف اللي خلاتني غادي نخرج نبيع كل واد ديالي، لانني اخوتي كنمشي كنخرج للديور كيعطيوني 1600 1400 ديال اش اخوتي، وانا عام ما شفتش الام ديالي، ما شفتش وليدات اخويا العزيز عام. اخويا كان بغيت اخر مره صيفط لها 100 درهم ديال اش 100 درهم اخويا، انا اللي عزك تقصحت بزاف وما عنديش حتى الوجه فين ندخل باش نشوف الام ديالي اخويا الحبيب. خويا الحالة يرثى لها، راه دازو في منابر إعلامية ولا من متصل ولا من مستجب من غير الله عز وجل. الأخت ديالي بانت ما هي مرة ما هي جوج، الأخ ديالي مريض نفساني اللي كيدير كلشي تحت منه، الأم ديالي ما كتشوفش، 4 الوليدات كاريين، غالبة إلا الله خويا العزيز، غالبة إلا الله. صافي دعت الضرورة، صافي ما بقيتش البيبان كلهم تسدوا في وجهي، يعني صافي ما بقاش يدير نقول شي واحد أرى لي، ما قدرتش اخويا الحبيب ما قدرتش. صافي انا كنعرض بقوايا العقليه والجسمانيه، انا سناء غيري كنعرض الكلوه ديالي للبيع مقابل بيت وكوزينه، يكونوا مستقلين ديالي اخويا، يكونوا مستقلين، ما يدقش علينا مول الكرا اخويا، ما يدقش علينا يا مول الكرا اخويا. راني الله ولا البارح صيفطت لها 100 درهم ديال اش 100 درهم وما شتيش الام ديالك عام ومريضه ومحتاجاك ديال اش اخويا 100 درهم، راه السيد اللي كاين تما في وسط الريوني وعارف الظروف ديالي هو اللي يخلص على داك ال 100 درهم مسكين. يلاه لا غالبا الا الله اخويا، كنخرج للديور انا في مراكش ما كاينش اخويا، واش كيعطيوك 1600 ديال اش تاكلي منها تصيفطيها تقري بها 4 الاولاد، داوي بها امك اللي ما كتشوفش مريضه فيها السرطان، وداوي بها خوتك معاقين، تخاصي بها الكرا ديال اش اخويا. انا دعتني الضروره اخويا بقوايا العقليه كنخرج وكنقول لكم انا سناء البدغيري بغيت نبيع الكلوه ديالي مقابل بيت وكوزينه، نحيد مهمتي غير من الكره وداك الشيء اللي كنداويه بها. حاولت انك تخدمي كنخدم اخويا في الديور، كنمشي للديور، راه يقدروا يشوفوني صحاباتي وجيراني، راه يقولوا كانت السيده راه ما كتكلش، راه اخويا كنمشي للديور واش كتروح لك السيده 1600 ريال ديال اش كتقولي عاوتاني اللهم هي ولا بلاش، فالظروف هذه كتقولي اللهم اخويا هاتيك البركه ولا بلاش. يلا اش غديري، يلا ورينا اخويا اش غديري، وعام عام ما شفتش وليداتي اخويا وما شفتش الوالده ديالي. عندي 4 الوليدات، اكبرهم راه كاين في الباك دابا هذا العام، الصغير فيهم راه في التحضيري، راه كلهم كينجحوا ليا وما بغيت حتى واحد يضيع ليا اخويا، راه كتعرف مكناس والمجتمع كي داير، راني مغرب عليهم عام ما شفتهمش، الوجه باش غنمشي نشوفهم ما كاينش، الجيب باش غنمشي نشوفهم. لا غالبا الا الله. كيقراو مساكن كي جاب الله وصافي، تنقولو ما يصبروا غيكافحوا، راكم شتوني كيمغربه وتوحشوني، عرفتي اش قال لي ولدي الكبير ولادي، ماما جا غير نقينا ما بقينا باغيين والو، يلا تغيبي على ولادك عام وما ما تلقيش حتى باش تدخلي عندهم، راه ما تلقيش، راه غالبا الا الله خويا العزيز. الغالب مهمتي الحبيبه اللي بقات لي في الدنيا هي اللي قابلاتهم ليا، راه ما كتشوفش ومريضه وكلشي، كي غندير كي غندير اخويا الحبيب، لا غالبا الا الله. يعني كرساله تقول للناس اللي يقدروا يعاونوك. خوتي المحسنين الله يرحم والديكم، انا باغا نبيع كلوتي، الا لقيت شي محسن عاوني اهلا، واخا عطاني غير بيت وكوزينه وعطاني غير بيت تحيد غير من الكره، ما لقيتش انا انا بقوايا العقليه كنعرض الكلوه ديالي للبيع مقابل تعالج لي مهمتي وبيت وكوزينه صافي. الظروف اخويا الظروف 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 يكذب عليك، الظروف حكمت على كل شيء، انك درجه عام ما تشوفيش امك وولادك وما لقيتش باش تدخلي عندهم وما لقيتش باش تعالجي امك اللي ما بقاش كتشوف اللي مقابله لك ولادك باش تخدمي انت.
باش خدمي انت اخويا، راه مقابله لك ربعه، راه باش يسهل وما كتشوفش مريضه. دابا انت حاليا كيف فين ساكنه؟ كيف انا اخويا راه غير الظروف اللي جابتني لمراكش، انا ما نكذبش عليك، جيت كنت عاودت الزواج ما كتبش ليا، انا والسيد لقيته حصلته هنايا باش نطلق، ما طلقني ما خلاني، الظروف اللي جعلتني نجي لمراكش. انا ما كنتش كنعرف شنو هو مراكش، انا ما كنتش كنعرفو، ملي جيت هنا وانا في الكوميساريات في المحاكم تبع داك السيد غير باش يطلقني عطاني الحريه ديالي، انا بات ولادي ميت الاول، وانا قلت الزيد انا هرب عليا، ما رضاش بالمستوى اللي عايشه فيه، انا كيعايروا خوتو تيقولوا له انتما شنو معيقتي مع من تعاجر مع المعوقين ومع المرضى ومع الحمقى، وكيعايرنا وكيسبنا. راه ديما كتشتي دابا الطريزيه ما حافظاني، ديما كنمشي للمحاكم والكوميساريات باش نطلق راسي اخويا، راه الظروف اللي جعلتني نجي لهنا وما منجيش. ما نجيش اخويا، راه الوقت اللي خلاتني نجي لهنايا. ما خويا راني في الباقه في المحاكم، باقي ما طلقني ما خلاني، ما خلاني ما طلقني. لا غالبه الا الله خويا الحبيب، لا غالبه الا الله، انا بغيت غير تفك منه، ما هزني ما رافعني ما ضرني، انا وياه في الكوميساريات كنتلاقاو وكنوصلوا للمحاكم، انا بغيت اخويا غير طلقني، انا الدرع قلاه ما تعاودش الزواج، صافي صافي ما تعاودش الزواج، اللي عندها وليداتها ما تعاودش الزواج، ما تعاودش تولد تفكر في امي متا وليداتها، صافي حنا قلنا نجمعو زعما باقا صغيره، ما بغاش انا نخرج شي طريق اللي ما زويناش، ما بغاش نوصل شي بلاصه اللي ما زويناش، نعاود الزواج. ولكن اخويا راه يكذب عليك الكذاب، الناس اللي فكروا بعقلهم يقبلوا امي متا وليداتهم، ما يبقاش يعاودوا الزواج بتاتا الا من رحم ربي، حقاش هو ما كيعايرنا بداك الشيء اللي فينا، كيعايرنا سيروا يا المرضى سيروا يا المعوقين سيروا. حيت اختك مريضه بالسرطان. خوتي الحالة يورتها لها، راه مسكينة راه ما كتنعش، راه الله اللي مريض بهذاك المرض راه هو اللي حاس بيه اخويا، اللي عنده المريض في الدار راه هو اللي حاس بيه، راه ما مريض غير شوف اللي مقابل المريض راه هو المريض، راه انت تكون نفسية مدمرة ما كتقدريش تقولي هذاك راه عارف بأنه مريض، ولكن اللي مقابل المريض راه هو المريض، راه هو لا غالبة إلا الله، اللهم لك الحمد اخويا على كل حال. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.